السؤال الثاني، ما رأيكم في نسب السادة باء علوي؟ ثابت بالإجماع، ثابت بالإجماع. واحد بقى فس يطلع ينكر النسب الشريف مع نفسه، يعيش مع ربه وحر. باء علوي ثابت نسبهم عندنا بالإجماع، لم نرى أحدا يشكك فيه عبر التاريخ. أصله مش موجود في الكتاب الفلاني، أصله مش موجود في الكتاب العلاني. عيش مع حياتك وقعد كده تملي متشكك، حسبنا الله ونعم الوكيل. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه عبارة لشيخ علي جمعة المصري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا شيخ. إن الجملة التي ذكرتموها في إثبات نسب بعلوي لا تقوم بأي دليل شرعا وعلما، ولدينا حجج كثيرة في بطلان نسب بعلوي شرعا وعلما. انظر كتب الأنساب من القرن الرابع إلى القرن التاسع، لا يوجد فيها ذكر بأن عبيد الله ابن لأحمد بن عيسى، ولا يوجد ذكر بأنه من ذرية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والشجرة المباركة كتاب النسب في القرن السادس للإمام فخر الدين الرازي يقول بأن أحمد بن عيسى أولاده إنما من ثلاثة بنين، محمد وعلي وحسين، ليس له ولد اسمه عبيد الله. والذي ذكرتموه يا شيخ في إثبات نسب بعلوي مرفوض شرعا وعلما، وصلى الله على سيدنا محمد.